على كورنيش اسكندريه عقب انتصار موجه الطقس الحار. زي ما احنا شايفين حاليا وقت غروب الشمس، طقس مميز في عروس البحر المتوسط. بيفضل عدد كبير من المواطنين في اسكندريه قضاء الوقت على الكورنيش في هذا التوقيت. هو وقت مميز لكافه المواطنين والعائلات للاستمتاع بحاله الطقس في عروس البحر المتوسط. يعني زي ما احنا شايفين عدد المواطنين بيمارسوا هوايه الجري على الكورنيش والتمشيه على الكورنيش، اهم الطقوس حاليا على كورنيش اسكندريه. هنروح في جوله دلوقتي. احنا حاليا في منطقه سبا باشا. عدد كبير من المواطنين يفضلوا التواجد على الكورنيش في هذا التوقيت، فترة غروب الشمس وانكسار الموجة الحارة، ويستمروا على الكورنيش حتى الساعات الأولى من الصباح. أطفال وعائلات وأسر يعني متواجدين على الكورنيش. زي ما احنا شايفين هذه المنطقة منطقة يوجد فيها عدد من الأندية الخاصة بالنقابات، ويقبل عليها عدد كبير من المواطنين باعتبارها المنطقة الترفيهية الموجودة على كورنيش اسكندرية. يوجد فيها ألعاب وكافيهات، منطقة ترفيهية بالكامل. زي ما احنا شايفين هنا الذرة المشوي أهم يعني طقوس مهمة على كورنيش اسكندرية. تناول الذرة المشوي على الكورنيش والاستمتاع بحالة الطقس، حركة في الرياح حاليا في عروس البحر المتوسط، واستقرار حالة الطقس بعد أيام يعني ظلت أكثر من أسبوع موجة طقس سيئة وارتفاع في درجات الحرارة. زي ما احنا شايفين اجواء مميزه على كورنيش اسكندريه. الايس كريم وغزل البنات والذره المشوي اهم الطقوس. يعني زي ما احنا شايفين هنا غزل البنات، اما الايس كريم يقبل عليه الاطفال والعائلات تناول الايس كريم. ايس كريم ابون. زي ما احنا شايفين ايس كريم ابون. زي ما احنا شايفين هذه الاجواء يعني تستمر حتى الساعات الاولى من الصباح بطول كورنيش اسكندريه، وليس فقط في هذا المكان ولكن بطول كورنيش اسكندريه. بيقبل عليه عدد كبير من المواطنين، ليس فقط من اهالي اسكندريه ولكن من المحافظات المجاوره. يأتوا خصيصا للاستمتاع بحالة الطقس ونسيم الهواء المميز في عروس البحر المتوسط. عن الحالة المرورية يعني زي ما احنا شايفين هي منطقة جليم حتى بداية كوبري ستانلي، يعني بيكون فيها كثافة مرورية بسبب الأندية الموجودة على الكورنيش والمنطقة. حاليا هذا المكان منطقة صغيرة ولكن هناك سيوله مروريه في الطريق المؤدي الى وسط المدينه، بينما الطريق المؤدي الى شرق اسكندريه يوجد فيه كثافه مروريه خاصه في منطقه المنظره وسيدي بشر ومحمد نجيب حتى منطقه المنظره يوجد كثافه مروريه، ولكن هناك انتشار لرجال المرور بشكل كبير لمنع يعني تواجد السيارات بشكل مخالف. يعني زي ما احنا شايفين على هذا الجانب يوجد رجال المرور بيمنعوا تواجد سيارات الميكروباص والسيارات الخاصه في التواجد في الاماكن الغير مخصصه لتواجد السيارات وتسهيل حركه المرور. هذه هي الاجواء في عروس البحر المتوسط، اجواء صيفيه مميزه في غروب الشمس. فترة غروب الشمس هي من أحب الفترات لدى المواطنين. هنا الزلابية، هي منطقة مخصصة لبيع الزلابية، الآيس كريم والذرة المشوي
يعني من اهم الوجبات او الاكلات على كورنيش اسكندريه. هذه هي الاجواء في عروس البحر المتوسط، اجواء صيفيه مميزه على كورنيش اسكندريه. كنت معاكم في هذه التغطيه السريعه اسماء بدر، شكرا لكم.